هي أهم من أي حد، من أي حد. في ناس بيستغلوا إنه داخلين على انتخابات رئاسية، أمر معروف مش جديد ومش سر، انتخابات رئاسية تبقى سر إزاي يعني؟ داخلين عليها. فكلما اقتربت الانتخابات هتجدوا هذه الحملات الخارجية والداخلية. حملات خارجية حضراتكم جايز تتابعينها أو لأ، الإعلام الألماني الإنجليزي الأمريكي كاملا استهداف بمقالات، بموضوعات، بتقارير، كله استهداف ضد مصر، استهداف الدولة المصرية. أنا بكلمك تشوف من أول أمريكا وأنت جاي. أحد سادة السفراء المحترمين النهاردة بعت لي تقرير على دوتش فيل، حاجة في منتهى القذارة والسخافة يعني. وفورن بوليسي من يومين ثلاثة عاملين حاجة في منتهى السخافة، ومش عارف البي بي سي على مدار الساعة، البي بي سي دول شغالين على طول مدار الساعة يعني، ما بيعملوش حاجة واحدة، لا لا، هو يا دوب يقلب تقرير ثم اللي بعده، يقلب اللي بعده واللي بعده كده يعني، شغالين على مدار الساعة يعني المخابرات الإنجليزية يعني. وطبعا قنوات الأزرع بتاعتهم بتاعة المخابرات الإنجليزية بتاعة عبد الرحمن أبو دية عميل الاستخبارات الإنجليزية، واسمه إيه التاني، التميمي، عزام التميمي عضو التنظيم الدولي للإخوان، فلسطيني هو التميمي ده، كله شغال هوهوة ضد مصر. تاني بقول هوهوة ضد مصر. كل دول هم دول بيحبوا الشعب، بيحبوك، خايفين على مصلحة مصر، عمرهم لا كانوا ولا هيكونوا خايفين على حاجة واحدة بس، جماعة الإخوان الإرهابية فقط، لا يعنيهم لا الشعب ولا يعنيهم حد في الدولة، تعنيهم الجماعة، إنها الجماعة ترجع بأي شكل. طب مين العقبة أمام عودة جماعة الإخوان الإرهابية؟ أقولها تاني؟ يعني كل اللي بيشتغل ده عايز حاجة واحدة؟ آه. إيه هي؟ ألا يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشهد، نقطة بس. ده معناه إيه؟ عدم وجوده، وجود سيادته هذا الرجل والقائد هو اللي واقف أمام عودة جماعة الإخوان مرة أخرى، أو حتى اندماجهم. أي حد ممكن؟ آه. طب ما في ناس عمالة مدفوعين من الإخوان، مدفوعين من الإخوان، يحملوا أجندة الإخوان. أول حاجة مثلا أنا بقول لك الحقائق، قد لا يكون هناك من يريد أن يتحدث، بس أنا دوري أقول لك الحكاية بصراحة، وأشرح لك الحكاية بره وجوه في حدود ما أنا بشوفه وأنا بتابعه. الرئيس قالها مرة وعشرين ومليون، لأنه يعلم الحقيقة اللي احنا ما نعرفهاش، اتكلم عنها قبل كده، ولكن هناك ما هو حتى الآن لم يعلنه الرئيس حتى هذه اللحظة. تاني، حتى هذه اللحظة أعلن كتير، ولكن ما زال هناك الأكثر اللي هو مستخبي. أمام كل ده أنا مواطن ما بقاش شايف؟ طب أنا شفت وجربت وشفت وشفت وشفت، وكان وضعنا إيه وبيعملوا إيه وبيهددونا إزاي وهيعملوا إزاي كل ده لسه تاني؟ وتفتكر حضرتك أسهل حاجة، تاني بقول أسهل حاجة إنك تقول نعمل مصالحة مع الإخوان؟ قسما بالله العظيم جميع التقارير الكاذبة والتآمر على مصر والشائعات سوف تتوقف فورا لو حد نطق. طب ما نعمل، طب هل كشعب تقبل
هل كشعب تقبل؟ ما هو ده الموضوع، خلي بالك. مفيش حاجة أخرى، مفيش حاجة أخرى، هي الحاجة الوحيدة ترجع الإخوان. طب ترجع الإخوان؟ تفتكر؟ طب تمنها إيه؟ طب إحنا فين؟ إحنا كشعب، اللي أنت عملت وقمت وقلت لا يمكن يستمروا بعد سنة، ما تحملتش سنة،